العباقرة يسعون لمنعها قبل أن تبدأ. أنا لما أسمع المقولة هذا يطرح علي أبو بكر رضي الله عنه لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يعني قدامه يمشي. وأبو بكر كان معروف في العرب، كان نسابة وكان معروف ابن أبي قحافة، كان تاجر. فكانوا يسألون يقولون من هذا الذي معك؟ قال دليل يدلني. عبقري، ما في مشكلة. وبعد من العباقرة ذلك الرجل اللي سأل له بطن، فقيل له ويحك ما هذا البطن؟ قال على علم وأسفله نعمة. هذا علي رضي الله عنه. في يوم من الأيام قال أن علي أتته امرأة وقالت له، علي في يوم من الأيام رضي الله عنه وأرضاه، جاته امرأة مستفزعة يعني تستنجد به، قالت يا أمير المؤمنين إن زوجي وزوجها أظن والله ما أدري فيه شوي، قالت إن زوجي حلف علي بالطلاق، يعني إنه إني طالق أو حرام عليه إن لم يجامعني في نهار رمضان. حلي عبقري، ما راح ينضي يعني يقول هذا فيه وما يخطيه، لا على طول راح يبحث عن الحل. فأتى بذلك الرجل يعني هو حل، فقال سافر بها في نهار رمضان وانتهت المشكلة. هذه القصص، قصص هؤلاء الجبال، ركز معي، هؤلاء الجبال الصحابة التابعين وبقية السلف موجودة وذكرت في الكتب. وفي حديث طويل الرجل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال وما ذاك؟ قال يعني أصبت من امرأتي في نهار رمضان. فأعطاه النبي الخيارات، الموضوع مو بسيط، أعطاه الخيارات طعام وصيام وذبح. قال ما بين يعني لابتيها، أهل بيتنا أفقر منا. وحديث طويل موجود، لكن حديث علي الرجل كان فيه بعدها إجراء، لكن الآن هو الحل. الله يرضى عنهم، اللهم صل على محمد. عباقرة بما تحمله الكلمة. عمر رضي الله عنه جابوا الاثنين غلمان، اثنين عيال بزنان سرقي لهم مطية. لما جابهم العمر بعاقبهم وشافوا جيهم، لو جيهم صفرة وبين ذبحهم الجوع، هو يعرف منه عمهم، جاب العم قال جاعوا فسرقوا، كنت بعاقبهم لكني الآن بعاقبك أنت عشانك مجوعهم. أذكياء كانوا يرون ما بين السطور. أبو حنيفة النعمان عالم ذلك العصر، عالم عصره، جاء واحد وقال له يا أبو حنيفة، أظن من أهل الرأي هذا، يا أبو حنيفة إذا كنت في البحر وقال في نهر وأسبح وجاء وقت الصلاة وأصلي، وين أوجه وجهي؟ قال له أبو حنيفة وجه على ثيابك حتى ما تسرق. لذيذ جدا. أنا طبعا ماني بشاعر، بس أنا شاعر بمشاعر. هذاك اللي يقول كرر علي حديثهم يا حادي، إن حديثهم يجل الفؤاد الصادي. دامنا جبنا طاري أبو حنيفة، أسمع لحد طلابه. هارون الرشيد كان يحكم المشرق والمغرب، الدولة العباسية بغداد. كان هارون في يوم من الأيام زعل على زبيدة، زوجته زبيدة بن جعفر. فقال إن بت في ملكي الليلة فأنت طالق. لما صحى واسترجع بدأ يسأل العلماء، كلهم افتوه أنها طلقت. عشان تخرج من ملك هارون يبي له أقل شيء 3 أيام حتى تخرج من ملك هارون. هارون كان ينظر إلى السحابة ويقول أينما نزل ماؤك سيأتيني خراجك. استصعب الأمر، ضاقت على هارون، وفتوه أهل العلم أنها قد طلقت. فقال له أحد جلسائه يا أمير المؤمنين، في رجل من طلاب أبو حنيفة ولعلك تجده عنده يعني فجاب أبو سعيد. فلما سمع القصة قال ما أيسر وما أسهل ما تطلب يا أمير المؤمنين. الحين بيجاوب العلم، العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوف من الخرف، يا صاحب العلم مهلا لا تدنس في الرزايا فما للعلم من خلفي. قال يا أمير المؤمنين، جعلها تبات في أي مسجد من مساجد بغداد وتبات
أعود لك في اليوم الثاني، فإن المساجد لله ليست أم الكارون.